مين ده يا فاروق؟ ده احمد بيه من اغنى اغنياء اسكندريه. معقوله فاروق بيه في اسكندريه من غير ما نرحب بيه؟ اهلا اهلا احمد بيه، ازي حضرتك؟ عاش من شافك. المدام هدى. هدى هاني، منورت اسكندريه. ميرسي. معقوله تيجي اسكندريه عشان تاخد مني قصر وتمشي؟ ده رزق احمد بيه وجه لغايه عندي. في حد بيقول للرزق لا؟ لا طبعا، تساله يا رزق انت بتاع مين؟ واللي يسأل ما يتوهش. ولا ايه يا هانم؟ الحقيقه ما عنديش فكره بتتكلموا عن ايه. شفت؟ حتى الهانم ما تعرفش. احمد بيسأل عليا برضه، واللي يسأل ما يتوهش. دي بلدي، نتوه في بلدي. وعيله البساطي معروفه في اسكندريه من 100 سنه واكتر. واللي يعوزه احمد البساطي ياخده بايده، ولا ايه؟ على راسي احمد البساطي وعيله البساطي طبعا. بس دي صفقات يا احمد بيه مش عائلات. واظن انت تعرفني برضه كويس. فاروق بيليماني، جرايد، شركات، قنوات، غسيل اموال ملوش اول من اخر. وان كنت انت بتغسل فاحنا البحر بحرنا، وانا القصر يلزمني. صحح لي حضرتك، حسب معلوماتي البساطي الكبير ما كانش من بشوات اسكندريه، كان اعتقد زجال، يعني بيكتب اغاني عاميه. ان الدنيا لعبت معاك اوكي، بس مش كل واحد الدنيا بتلعب معاك بيفضل دايما كسبان. متفرقش، كان باشا كان زجال، المهم دلوقتي ان انت في ملعبي. انا كل المباريات اللي لعبتها بره ملعبي كسبتها يا احمد بيه، بس انا اهلاوي. ما قلتليش بتشرب ايه بقى؟ شربات بقى لما نفرح بالهانم الصغيره. هو مش فرح الهانم قرب ان شاء الله؟ مبروك. الله يبارك فيك. مين ده؟ احمد بيه البساطي. قلتلك ممكن نتكلم دقيقة يا يوسف؟ خير حضرتك. بص يا ابني، عايز تلعب على حماك عادي، ده حقك وانت حر. انما تلعب عليا انا؟ لا. انا مش ابنك عشان تقول لي يا ابني. انا اسمي يوسف محمد يوسف يوسف نوار، ومش بنلعب على حد. الحكاية كلها عندي، فبلاش لف ودوران. الدقيقة خلصت، عن إذنك. اسمعني كويس، هتطلع من الحكاية زي ما أنت كده. والآخر مرة بقول لك، عايز تلعب معايا وراضيك؟ ماشي. أنا مش فضيلك. خد فلوسك من فاروق بيه وناسبه، وسيب لنا القصر. أنا هنشتريه منك، بدل ما الدولة تاخده منك وما تطولش لا ده ولا ده. انت عارف انت حفيد مين وانا حفيد مين؟ يعني الحكايه خلصت. ما خلصتش يا يوسف، ما خلصتش.